الان دخلت المغرب في ظل هذه الاجواء ديال كورونا، ولكن قبل تسد الحدود لاسباب قاهره، ومن 23 مارس تقريبا وكنجي للقنصليه نفس السيناريو نفس الاحداث، الناس كتجتمع كتحتج، ومع ذلك تيخرج القنصل هذه المره الرابعه اللي تيخرج بنفس الطريقه، تيخرج باش يقول لنا عنده شي حاجه ما يقول، ما تيقول والو غير باش ينسف هاد التجمعات، لان ما كتعجبوش هاد التجمعات، تيدير نفس الطريقه وبيخدمها حتى اليوم، تيدخل واحد جوج تيدوي معاهم وصافي، وواحد الناس كتبقى تسنى حتى كتمشي بحالها، دارها لينا شحال من مره، دارها لينا وعاودها لينا. دابا اللي ملاحظ الان بان بالنسبه لفرنسا عندها مقاييس تمييزيه بين المهاجرين تما، كاين المهاجرين الاصلي اللي قديم مستقل اللي عنده الجنسيه متجنس لا يعيرون له الاهتمام، والدليل لاول مره كنشوف ورقه فرنسيه تخصك تقول واش انت بيناسيونال ولا فرنسي، في حين كنتحدى شي واحد يجيب لي شي ورقه من فرنسا في هذه القضيه اللي كتلقى تيقول لك ما هي الجنسيه ديالك. التمييز كيكون على مستوى الاوراق، وكنعمرو كنصيفطو الميل، وكاين ناس هنايا كاين ناس في اوضاع كارثيه، كاين اللي جالس عند الناس، كاين اللي مريض، كاين اللي ما عنده لا فلوس لا والو، كاين ناس اوضاع تندويش على راسي انا، اوضاع كارثيه، ومع ذلك حتى واحد ما مسوقهم. كاين تمييز بين الفرنسي ديال الاصل، الى كلمه الاصل عندها شي معنى، وبين الفرنسي المزدوج الجنسيه، كاين تمييزات يعني خاصك تكون شهر براس ولا زرق العينين باش تمشي، كاين هذا التمييز شفناه بعينينا، كاين تمييزات بين هاد المغاربه، وهذا الشيء لا يطاق، وبقاو كيتلاعبوا بينا. فرنسا كتقول المغرب اللي شادنا وما تيعطينا لا راميد، ما تيعطينا لا السينيسيس، ما تيعطينا حتى حاجه، وهاد المغرب تيقول لك فرنسا اللي ما باغاش تجيبكم. هاد الوضع اللي كيلعبوا بينا هاد الكره هادي خصنا نوضعوا ليه حد. هاد الناس هادو كلهم طيحوا صحتهم في واحد البلاد كتسمى فرنسا، خدموا دمروا، والان تيلاحظوا بان ما تيسواو حتى حاجه عند هاد البلاد. حنا كنحتجوا على هاد الوضع وكنطالبوا ماشي يشوفوا فينا غير الناس اللي كيجيبوا الفلوس والعمله، يشوفوا هنا كانسان عندنا قيم كبشر، يشوفوا فينا ويديروا لنا حل عاجل كي تيديروا جميع الدول. ملي كنشوف طائره كتمشي الميريكان ديال المغاربه وكنشوف الطائرات ديال فرنسا ما كيمشيوش، هذا كيتحط واحد المشكل. علاش حنا دابا هاد القنصل اش كنطلبوا منه؟ كنطلبوا يعطي يقول لنا غير حاجه وحده باش كيديروا هاد التمييز، علاش كيفضلوا جاك وجون وما يصيفطوش مينا ولا عيشه؟ اشنا هو اللي كيخليهم يديروا هاد التمييز؟ حنا بالنسبه لنا ضروري نوقفوا على هاد الشيء هذا، وهاد الناس اللي هادو راه مكرفصين، كاين اللي عائلته ما بقاتش قاده تهزو، كاين اللي ما بقى عنده ما يصير، كاين اللي الناس اللي مريض، كاين اللي فين غادي يعتقوا هاد الناس؟ انا بالنسبه لنا هاد الشيء هذا خصنا نوضعوا ليه حد.